اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى جناتك سابقين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم اجعلنا وإياهم في جنات النعيم في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا عظيم المن يا كريم الصفح يا باسط اليدين بالعطايا يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تدخلنا الجنة وتعيذنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأقاربنا وذوي رحمنا وعلمائنا وولاة أمرنا والمسلمين أجمعين من النار برحمتك يا عزيز يا غفار.